تحضير الصوف وغزله واحدة من المهن التي انتظرت في وقتنا الحالي وقلما نجدها، لتتبناها الحرفية فاطمة وتمسك بذلك الخيط الرفيع الذي يعكس طبيعة المنطقة وأساس استثمارها. سيدة فاطمة مشري صاحبة مؤسسة مصغرة اختصاص تحضير الصوف. هذه الفكرة راهي عندي من 2017 باش كملت الإجراءات الإدارية واستفدت من الآلات. كانت الانطلاقة تاعي في 2021 أكيد بعد جائحة كورونا. في الحقيقة عجبتني الحرفة تاعي هذه. بعد ما درت أنا درت تكوين في المجال ودرت تكوين على الآلات، بديت ندخل للميدان، رحت زرت الموالين، شفت عندهم بزاف مادة أولية هي الصوف. بعد الجز وصلوا حتى ولاو ما عندهم ما يديروا به، يقول لك باللي ما لقيناش شكون اللي يشريها علينا. تواصلت مع الموالين ودرت الصوف وأنا بديت نستغل فيه. بديت كيما نقولوا بتحضير الصوف من غسله ومشطه حتى وصلت للمنتوج النهائي اللي هو صوف مغسول يعني صالح للاستعمال. مجالات حلو هذا باش نجبدو باش ننفضو باش يولي واجب للغسيل اللي غير تنفض اللي غير ننفضو، فهمتي؟ هذه ثاني راهي رطبة من النوعية المليحة، فيها اللون الاسود. حنا واش نديرو نسيبارو اللون الاسود خاطرش من بعد كي يتخلط يولي عنده لون واحد اخر. حنا لازم نحافظو على اللون الابيض. رغم صعوبة هذه المهنة وضعف الامكانيات وكذا الدعم الكافي للنهوض بهذه الحرفة وجعلها استثمارا هاما يعود بالنفع على الولاية، خاصة وانها تتوفر على المادة الاولية التي تسهل العمل فيها، إلا أنها لا تلقى تلك الاستجابة القوية. وكملنا نحطو نقومو بعملية البشم. هذه البشم تسهل باللي باش تحلي الفينال بالنسبة للمؤسسة تاعنا حنايا. إيوا نديروه كيما حنا رانا نقولو لاواط. يعني يرجع داير كيما القطن آخر مرحلة باش يولي كيما نقولو جاهز للاستعمال. من بعد الاستعمال حنا كاين الصناعة التقليدية وكاين صناعي اللي هو يروح للمجال تاع الخيوط، ومن هذيك الخيوط باش تروح الالبسه الافريشه. كانوا يخدموا الافريشه والزرابي والمخايط وحتى الالبسه اللي متمثله في الجلابه في البرنوس. هذه وحده من المنتوجات اللي كانوا يخدموها امهاتنا. هي فقط كيما نقولوا حنا هجره ماهوش تخلي نهائي، خاطر كاين وحدين راهم عاد يخدموا هذه الخدمه. كيما هذا المنتوج مخدوم الصوف الابيض والاسود كيما شفتيني من قبل، نسيباري في اللون الاسود على الابيض باش يكون طبيعي 100%. انا استغلوا ماده الصوف في صناعه الافريشه كيما حنا نقولوا لها هنا في البيض الحيفات. هي هذه نخدموها بالصوف الطبيعي والخياطه ثانية تقليديه خياطه باليد. هذه منتوج نهائي من بعد العمليه تاع تحضير الصوف. ليبقى الالتفات إلى هذه الحرف واحدا من الاستثمارات الناجحة للنهوض والدفع بعجلة التنمية في الولايات.